اليوم خلصنا الشغل. أنا غياس بطل وأنا عمري 13، نجحت نجاح السابع. كل يوم بمشي من هذا الطريق وبروح فيه على شغلة، كل السوريين والأتراك هوني كلهم بيعرفوني. هلا بالصيف عم بشتغل بمحل شوكولاتة ساخنة وشوكولاتة باردة ومحل شوكولاتة يعني. وقت بيجيني زبون بيجي مثلا بيقول لي هاي الشغلة بروق أنا بعملها للشغلة وبعطيها هيك يعني. بحب الشغل منشان أولي أتسلى ما أضل قاعد بالبيت تنبل، وبدي هيك على الشغل بتسلى وبشوف ناس وبتعرف على ناس وبصير عندي رفقات وكمان بطالع خرجيتي. أنا بس بشتغل بالصيف يعني الشتاء بدرس بعمل وظيفة. المدرسة بتتعلم فيها هي بتخليك تقرب على حلمك. المدرسة أهم من الشغل، المدرسة هي بتخليك تكبر وتتعلم أكثر.